أنا أحمد الدليني من تيت راديو ومتأثر. متأثر من إيه؟ من جناحين فراشة، فراشة صغننة ملونة ما تفرقش عن أي فراشة في الدنيا، بس فراشة ليها خصوصيتها شوية، فراشة القدر، فراشة التفاصيل الصغيرة، الفراشة اللي بتدور في حياتك كلها وتشكلها. في نظرية فيزيائية اسمها تأثير أجنحة الفراشة أو البترفلاي إيفكت، دي جزء من علم مهم جدا اسمه علم الفوضى، أو الترجمة الأدق اللي هي علم الهيولية. وفق النظرية دي ممكن الطاقة الناتجة عن اهتزاز جناح فراشة في الصين تقوم عاصفة في نيويورك بعدها بأسبوعين. مش هنستفيد طبعا في شرح النظرية، لكن ايه رأيك في المواقف المتراكمة البسيطة اللي كل اللي حواليك ممكن يعملوها لحد ما تتحول لكابوس على صدرك، لحد ما تتحول لمأساة حقيقية؟ كل اللي حواليك بيعملوا حاجات صغننة قوي كأنها نسيم فراشة. ممكن ينسوا عيد ميلادك، ممكن ما يتصلوش بيك في يوم تبقى عيان، ممكن محدش يسأل فيك وانت زعلان، أكنك قاعد فراغ مطلق، هوا مالكش وجود. بعدها بشوية تفاجأ انك محبط وكئيب وفي خيوط عنكبوت على وشك، على دراعك، على كل جسمك، انك مدفون مكانك. ودي بقى بتبقى العاصفة النيويوركية اللي قامت بعدها بأسبوعين. انا حاسس ان اجنحة الفراشة وتفاصيلها الصغيرة وصلت بيا لنتائج ما كنتش اتخيلها. دي حتى مصر الفراشة اثرت فيها، مصر اللي بتخسر من ناميبيا وليبيريا في الكورة، مصر اللي الخلايجة كل يوم بيشتموها في كل حتة، مصر اللي فيها كل يوم حادثة على الصحراوي، مصر اللي كل يوم فيها فساد. مصر خلاص بحس انها انتهت تحت وطئة جيش الفراش اللي ما بيبطلش ون ولا رفرفة من يجي 30 سنة. عم حميدو الحلاق اللي في أرض اللواء تعب شوية، صحي من عياه بص لقى 50 حلاق جديد فتحوا حواليه، للأسف فتح بقالة وبقى يبيع صابون وزيت. أشرف صاحبي اللي ساكن جنبه وكان بيحلق عنده زمان معرفش يعمل ايه، ضحى بشكله وراح يحلق عنده عشان يرجع له ثقته في نفسه عشان صعب عليه. عصفور طل من الشباك قال لي انا يا ترى زي مصر زي عم حميدو الفراشة بترفرف عليا من غير ما اخد بالي؟ مش هظلم الفراش، على العكس تماما، الفراشة دي ممكن تعمل اجمل حاجات في حياتك. اقول لك بحس ده قوي لما اقرا نزار قباني وهو بيقول شؤون صغيرة تمر بها انت دون التفات تساوي لدي حياتي جميع حياتي، حوادث قد لا تثير اهتمامك أعمر منها قصور وأحيا عليها شهور. الناس اللي بترمي كل يوم جوايا ذكرى صغننة، الناس اللي كل يوم بتبتسم في وشي وكل سنة تجيب لي وردة، اللي في لحظة بتفاصيلهم الصغيرة البريئة تلاقيهم أحب الناس إليك من غير ما تاخد بالك، بيتقدموا في مواقعهم على رقعة شطرنج حياتك. دي كمان فراشات بترفرف وأجنحتها بتدور بلا توقف في حياتك، دي الفراشات الجميلة في حياتك اللي بترفرف في أجمل مكان فيه من غير ما أنت تاخد بالك. أجمل تأثير فراشة في حياتي هو مازن أخويا الصغير اللي بيبصني كل يوم وأنا نايم وهو رايح المدرسة، اللي لما ارجع البيت بالليل الاقيه مستنيني قبل ما ينام، اللي بيجيب لي هديه بسيطه قوي في عيد ميلادي، اللي كل يوم بيراكم حاجه بسيطه جوايا بتخليني ممتن للفراش والنظريات الفوضى كلها.